ايه واحلى اللعبة هاي اطبش الدنيا هاي اليوم. عم صابر بتسوي؟ مالك يا دودو؟ اهلا وسهلا يا دودو. ايش بتسوي انت؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ ايش بتسوي؟ جننتيني يا دودو. عم صابر اهلا وسهلا يا دودو. اهلين. ليه بتعملوا هذا غلط؟ ليه غلط؟ بتوسخ بحالك لانك. انا بوسخ حالي؟ شو يعني بوسخ حالي؟ انا بلعب. ايوه ما ينفعش هلا، هاي مش لعبه تلعب فيها. مامي حكت لي تخافش، بحطك بالغساله تطلع نضيف. تطلع نضيف. عم صابر وخفيف ولطيف. عم صابر اللي بتعمله هذا مش منيح لانك قاعد بتوسخ حالك. بعرف ولا سميح كمان شوي بيجي سميح، انا بعرف انت قصدك عم صابر. مالك؟ بقول لك هيك بتوسخ حالك باللي بتعمله. طب قلت لك بعدين ما بوسخ. لا مش اسمه. هيك مش منيح. بقول لك كمان مره بدي اقول لك ايه بنفع شيء. عم صابر وسختي. ايه والله انت عامله اللي فيها نظيفيه يعني. عم صابر ما بينفعش تكون هيك انت قدام الناس كلها. مش حدا يا دودو اي قدام الناس بلعب لحالك. حتى قدام حالك كمان ايه؟ فعش كيف الناس تحبك وتقعد معك؟ صبر. نعم. ايه بحكي معك. سامعك يا دودو. سامعك يا دودو. روح العب مع البنات قلت لك. طب خسرت وجهك انت اليوم؟ خسرت وجهك انت اليوم؟ انت مين انا؟ معلش ما هو يوم يوم لا. لا بدفعش يوم يوم لا، لازم تكون دايما نضيف يا عم صابر عشان الناس تحبك. انا هارب من الماما انت بتجيني يا دودو. عم صابر. نعم. كم مرة بدي افهمك انا انه ممنوع تسوي هيك وتوسخ حالك؟ قوم قدامي. وبديش اقوم. لا بدك تقوم قوم، خلينا تروح على الدار وتنظف حالك. ايه؟ حضر انظف حالي. نظف حالك بعدين بنقعد، ما ينفعش هيك تكون. يا دودو خلص بعدين، هلا خلينا هون نضحضر. لا. ليش منيح واحد ينظف حاله؟ عشان الناس تحبك وتشم ريحتك حلوة. مش ريحتك مش حلوة ويبعدوا عنك. عشان امي تشتري لي حلوة. عم صابر. مالك؟ عشان ريحتك تكون حلوة والناس تحبك. هاي يا دودو، هاي هاي صديقي. هاي هاي شو ايش هاللاعب هذا؟ عمو صابر. كله انا. عمو صابر حبيبي انت، انا بحبك. واو عمو صابر متغسل وجاي. متغسل وجاي كلك. لا لا هذا هواك هذا كرة قدم. نعم ريحته عرق. ايش ريحته على هذا؟ ايش بدك يا دودو؟ متحمم على هذا. شوف يا شوف هذا هو العرق اللي قصدك عليه. ايش هذا؟ هذا ييييي. عمو صابر قوم 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 قوم. ايش صار له هذا دودو؟ ايش ماله؟ ايش صار له؟ مثلك يا عمو صابر. يا دودو قوم قوم يا دودو. شايف ايش بقول لك؟ شايف ايش بقول لك؟ شكلك عيان. عيان عيان كثير. يا عمو صابر. دودو. نعم. امشي نهرب من هون. تهربوا؟ طربش خلاص خليك بعيد. خليك محلك انت. خليك بعيد بقول لك. ايش سويت لكم؟ هيك. بقى تلعب بالطابة وكلك عرق وريحتك اوف سي. والله. دودو. نعم. عندي خطة. عندك بطة؟ انت؟ مش بطة. ولا انا بعرف انا لازم اكون نظيفي وزي ما قلتيلي حتى كل شيء لازم يكون نظيف. خليكم هون، هيني هيني جاي. طيب حركوش. جايك جايك. طيب عندي خطه. يا دودو انا ايش عملت لك؟ بعد عني بعد عني بعد عني. لازم واحد يكون نظيفي. ها وانتو كمان لازم تنظفوا. هيك لازم تكون نظاف. اصدقائي اهلا وسهلا. ايش بتسوي؟ ايش بتسوي يا عمو صابر؟ عمو صابر عمو صابر. ايه شو صار؟ بتسوي؟ ايش سويت لي؟ دودو ايش بتسوي؟ انا خلاص قررت. ايش؟ انه انظف كل شيء بشوفه بطريقي. اوعك ايش بتنظف؟ بنظف بالهواء. الهواء وسخ.
هو قالت لي دودو انه لازم تكون كتير كتير نظيفه، وكل شيء لازم ينظف، يعني لازم اسنانك تنظفوا، وجهك تنظف، حكت لي وانا بتمشي لازم يكون نظيف. طيب بس ارفع ايدك، ارفع اجرك المتزوج، ايش دخل وجهي وايش دخل اسمي؟ لازم يكون نظيف. اوعك 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 دانك. يي 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 ايش بتسوي انت؟ انت ايش بتسوي انت؟ فهمت غلط. ما انا بدي افهم، ما فهمتش غلط انا. مش هالدرجه. ايه ايدك مسكت الهوا كان وسخ. انا حنظفكم كلكم، حنظفكم كل ايه طابي. انا كيف بدي افسر له هلا هان لودو؟ نعم. ليش شايفك انا في عليك وسخ؟ لا. عليك وسخ؟ لا. عليها وسخ صح؟ لا. وانت كمان. ايش انا كمان؟ ريحتك طالعه. ريحتي طالعه هيك حاجات دودو. ايش دخلت؟ حتى عياطه ريحته طالعه. عياطه تعال هون، انا قررت انظفكم كلكم. لا لا تعال هون. لا لا خلص تعالوا تنظفوا، انا بنظفكم انا هلا. ولا حس بدي اسمع. طيب وضلكم بس ايه، خليني احكي يا تيتا. طيب. هلا بدي اقعد انا وبش اسمع حسكم، بتقعدوا وبتلعبوا وخلص. ايه طيب؟ طيب ليش جننوني؟ ايه يلا العبوا 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 لحالكم. نلعب مع بعض. يلا نلعب. جننوني هذول. ايه 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 في شيء؟ كله تمام؟ كله تمام. منيح. ليكم كله تمام احسن شيء. وي كثير الطرطا. ايش بتسووا؟ نلعب. نلعب. انا جيت العب معاكم. اقول لك وين دودو؟ دودو قاعد غادي عم صار. والله قاعد وراي انت. صرخي صرخي صرخي. قاعد غادي دودو. طيب انا بلعب معاكم. طيب عبيد بس دودو تسمع اغاني. انا العب معاكم. فيش تلعب معنا. هاي اللعب بس الي ولا تيتو يا عم صابر. ولا تيتو؟ هذاك انت، انت حسن مش الشاطر. انا حسن الشاطر صح تيتو؟ تيتو تعال نلعب انا وياك. اثنين. استنى 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 استنى. تيتا ساعدك تلعبني. لا لا. طيب انا هلا بتشوفوا. لاحكي لدودو خليها تعصركم زي الليمونه. شوف كيف دودو مش كمان تلعب معك. كيف بدك تلعب معنا؟ تعصبنيش انا لما تعصبن بسوي خطه. خطه تعمل بطه. مش بطه. خطه. طيب انا بجيكم. دودو خلص نايم هناك. دودو دودو انت يا عمو صابر ما بعرف بتردش بالمرة. كيف بردش هلا جيت؟ فكر حالك شاطر. اسمعي يا دودو الليلة الحمراء. يا دودو اسمعي. ايش في؟ بدهمش يلعبوا، بدهمش يلعبوني. ايش بقول لك بدهمش يلعبوني. طيب شو طيب طيب واه انت طيب دودو اذا بلعبونيش بعصرهم زي الليمونة. طيب شو طيب وبعملهم هيك كفته هيك 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 طيب طيب وبعصر لك اياها زي الليمونه. طيب بتعرفنيش انا اقوى واحد بالعالم. طيب ولا واحد بقول لي لا انا بدهمش يلعبوني. ماشي ماشي ماشي. انت حكيتيها ما دخلنيش انا. طيب دودو طيب. طيب طيب دودو انا رايح كان انظر من تنظره. عشان تعرفي بس ماله انت. دودو انا حكيت انا. ايش بتسوي انتوا اثنين؟ نرقص. بدك تلعبوا لي ولا لا؟ فيش تلعب معنا. فيش تلعب معنا؟ نعمل لكم هلا ضربة الكونفو باندا. نعم باندا؟ ولا ايش يعني كونفو باندا؟ هلا بدي امسككم واعصركم زلمين واعمل لكم كفتة. طيب ضربة الكونفو باندا. ايه تعالوا انا بقولكم. اضربكم كلكم. انا بورجيكم كيف بتسوي هيك انتوا. انتوا مش تلعبوني ها؟ انا بورجيكم كيف انتوا مش تلعبوا عمو صابر. ايش في مالهم هذول؟ وينكم؟ ايش في الصاير؟ علينا. ايش صاير معاكم؟ تعالوا ايش في بقولكم؟ ايش في؟ ايش في؟ ايش في؟ عمو صابر عامل لنا كونفو باندا. عمو صابر؟ عمو صابر هيك عملتي لهم؟ اقول هيك عملت لهم. ليش؟ انت قلت لي انا؟ امتى؟ انت قلت انت لسه لك لاكلك.
مش انت قلت لك دودو لو مش لعبوني؟ قلت لي اه انا شوف مع مين كنت احكي. هو قلت لك يا دودو بدهم مش يلعبوني؟ قلت لي اه انا. قلت لك بدي اضربهم؟ قلت لي اه انا. اه ايه ده؟ قلت له شو اسمه؟ ولا كلمه ولا كلمه. وانت ولا كلمه مصبر ولا خنفوسه ولا خنفوسه. نو 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 ولا مصبر. انت مش شاطر يا دودو. كسرت بخاري. ما كانش قصدي. ما كانش قصدي. اي عمو صابر ايش في يا دودو؟ انا كنت اسمع موسيقى ما كنتش سامعاك. كنت احكي لك طيب طيب بدون شيء. ما كانتش تسمعك. كنتش تسمعني؟ صح شاطر يا دودو. ما تسمعنيش ولا اضربهم. عمو صابر انا قلت لك انه انا ما كنتش سامعاك وانا كنت حتى سماعات الفيديو ما سمعتكش. كنت بسمع موسيقى. طيب كنت اسوي هيك لانه ما كنتش سامعاك. وحتى لو هذا الاشي بيعنيش انك تعمل عنف لاصدقائك ولا لا مش اصدقائك كمان. ايه طلبتهم؟ ما هذا عنف اسمه. اه يا عمو صابر ممنون. انت مش شاطر زي حسن الشاطر. لا انا اسف. شاطر بس كلهم كانوا هم يلعبوني. انتوا كمان لعبوه هاي اللعبه جت اثنين. لازم تلعبوه. طيب خلص المرة الجاية. ايه تيتو. قلت لك تلعبني دايما. عن جد؟ ايه عشان كنا طيبتيني. شو اسمع انت يا عمو صابر بتردش بالمرة فكر حالك شاطر. صباح الخير. 1 2 3 هيدك بتضل تصحيني. مش انا ايه بتضلوا يصحوني على الصبح. مفيش شيء. اي صباح هذا الدنيا يا مامي. تيتو. تيتو. تيتو هلين. وين انت؟ نسينا احنا من الصبح بنستناك يا تيتو. انا عارف انه صار يا ولدي بس مش بس انتوا بتستنوني كثير بيستنوا فيه على فكره. ايه شايف حاله كمان. صح الأمان. انت من الصبح قعدنا هنا بهاي الغابة اللي بتخوف. قلت لي ايش لو سمحت لو مسحت هاي الغابة بتخوفنا شاي. طيب ما بيخوفش. طيب دودو مطعم تيتو. مطعم تيتو. مطعم تيتو للمأكولات الشهية. مش رح يعني اذا بتاكلوا منا رح ترجع كل يوم. اكل واو. طب يلا رح ناكل. جبلنا شاي زاكي. جبلنا شاي ناكله. هاي تيتو. تيتو هاي نحن نستنى. يلا هذا تيتو مش رح جبلنا الاكل بالاخر. فكرك طعمينا يا دودو؟ يمكن مش اكيد انه ما بس لا بناكل. طيب خلص يلا بنشوف. انا بقول بابا هذا ان شاء الله بناكل. اهلا اهلا تيتو. ارشاد يا تيتو. هاي انت بس دوق رح تطلب مني كل يوم اجيب لك. طلع طلع رجع. انت في ناس بتستنوك كمان كم من ساعه. ساعه حسن شاطر ما تاكلش بس لا يجي الا كمان. واو لدودو شكرا. واو شكي اكبر. حبسي داسك. نعم صابر. واو نم 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 نم. واو يلا نبلش. ستوب. ايش ستوب؟ مش بايديكم انت وياه ولا في شمينا؟ ولا ولا غريدين ايديكم لورا؟ ايديكم لورا؟ ايوه بس وجهكم. طب ايش في هون؟ ايش زاكي؟ يعني هو اللي مخلص اول والفائز. ها يعني هاي مسابقه يا تيتو. ايه بالضبط. ها انه التحدي. انا جاهز للتحدي. وانا انا حسن الشاطب. انا بحب احكم الدقينين. يلا يلا شوفوا عد لل 500. عد 1 2 3 جول. جول. دودو انا بقول انه لازم احد يلعب لعبه كثير حلوه. دودو اوكي تربحي ولا بربح؟ كيف انا صح؟ شوف حسن الشاطر ورجي. زكي دودو يلا مالك يا دودو؟ انا هذا دودو. نعم كل عام انت بخير. انت بخير يا تيتو. اكلك من زكي. نعم مين؟ اشوف انا خلصتها. واو وانا خلصتهاش. وانا خلصت نصها. برافو يا دودو.
برافو يا دودو. ارفع ايديك يا شوف، انت الفائزة. شكرا شكرا دودو. ها استعمل ايديها يا دودو. لا هذا شو اسمه؟ انت مزعج. فازت دودو. مسكت حالك يا دودو. ملتوني. انا الفائز. انت الفائز؟ عشان انا اخر واحد ما خلصتهاش. اسال لسه، مين اخر واحد انت؟ انا اخر واحد. غمض عينيك. ايش غمض عيناي؟ غمض عينيك وقدم كمان. غمض عيناي وقدم. احلى هديه لاحلى عم مسافر بالعالم. لا 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 بعطيك هدية يا عمو صابر. شوف شوف تيي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 
قالوا انا قالوا ليك سويته؟ انا فائزه. انت فائزه؟ غلط صرت على دانو. ايه تيتو؟ نعم. انت هيك سويته حبيبي. امسكتك. هذا دانو، هذا تيتو ودودو، طلع يسووا لي ولا ممنوع. نو 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 نو. سووا شيك بالدار انتو كمان، كنوا حلوين مع اصحابكم. تعالوا هنا. ايييييي بتعرفش تلعب؟ انا بعلمك. هيك هيك هيك، ايوه هيك. اسرع 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 اسرع. انا اسرع منك وانا اشطر منك. لا اسرع منك. ايش بتسوي؟ واو، احب اقدم لكم اللاعب الكبير عمو صابي. ايوه تلعب انت يا عمو صابي. ايش بتسوي؟ مش شايف وين بلعب؟ وين؟ وين؟ تعرفهاش هاللبسة؟ انا بعرفها. استنى استنى. واو عمو صابي سواريز. واو. عشان الناس تعرفوا. بجنن. ايش في شو انت لابسها للبلوزه؟ خربشت. استنى شوي حتى ما اعرف ايش البسي. هذا انت تضحكيش. تعال انا بسوي لك اياها. والله ماله. معجوق معجوق عشان وين انت بتلعب يعني؟ احنا ما فهمناش. بحب اقول لكم انا اختاروني كاحسن فنان بالعالم. واو. واشطر فنان بالعالم. ايش بالضبط؟ بلعب بالكرة القدم. انت؟ ولا؟ واو علام. عشان تعرفوا هاي جابوا لي هيك مكتوب قد البطيخه، هيك 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 كبير كبير. من مين؟ بعتوه لسواريز. مين؟ هذا اللي بعضعد سواريز. بيلعب احسن منك. مين انت؟ احسن لعيب بالعالم انا، وجابوا لي انا مكتوب مش قد البطيخه، قد الفيل كبير كبير. حقول اسمع، انت فنان عمو، قصدي انت لعيب عمو صابر. تعال تعال، عاوزينك تكون معنا بالمهاجم. سمعنا سمعنا عليك. شو اللي سمعنا عليك؟ مش مصدقين انتو؟ ماشي ماشي معك. ايوه. المهم مسكت الطابق انا، صرت اربح واتضرب. فالفردلدلد هذا حكى لي اسمع، بدي اياك بس انت تكون انت. احكي اسمه صح بعدين احكي. مين؟ انت. بربردندرد. بردندندرد. المدرب تبعك بتعرفش ايش اسمه؟ ما هو لازم يعرف اسمي. كل العالم عارف اسمي. شوف شوف شوف. يلا نشوف. هيكا هوبا هوبا هوبا. واو عمو صابر. واو. ها شوف حتى ارميلي ارميله. يا واه يا ايوه. جاهز انت؟ جاهز. انا جاهز. انت جاهز. شوف حسن اللي بعرفش يلعب هذا. انت جاهز؟ جاهز. انا جاهز كمان. طيب عشان تعرف ارفع ايدك لفوق. جاهز. انا بقول لك جاهز. متأكد انت جاهز؟ هيك سويته بعمو صابر لمحل سواريز. ايش عمو صابر؟ خلص دنقل، بصير مع باريس سان جيرمان دندان اللي بيلعب معاه ريال مدريد. فريق عمو صابر. ايوه فريق عمو صابر. دودو دودو حسن الشاطر. ايوه عمو صابر. وتيتو بتنساوش. انتوا يعني ايش بتقولوا يعني؟ خلاص لانه بده يدفعوا لي الدرات الشوي. لا لا مش لازم مش لازم، خلص تلعب معانا انت. قلت لهم وهجموا علي كل اللي هذا، وانا بدي تعرف واشيلهم من هون، ومرقت واحد ومرقت الثاني ومرقت الثالث. الضربه الصاروخيه. اوه ضخمه بالعارضه. واو بضحك بضحك. ايش ضرب بالعارضه كمان منيح. وبعدين لعبت ضد مين هذول؟ بايرن ميونخ هذول اللي عندهم المناخ عالي كثير كثير، وهذا وريبيري وبعش مين وهنا وهدف.
وعلى الارض وين وين بوجعك. بعدين لعبت ضد مين؟ ضد ايش اسمه هذول؟ مانشستر يونايتد. واجوا علي وهربوا هيك ومسكته قلت له تعال، مسكته هيك قلت له ابعد هيك، ومسكته كان هيك قلت له ابعد من هيك، وبعد هذا من هون وبعد من هذا هون، والضربه الصامخيه ويا خلق جول. وين راحوا؟ لمين بحكي انا بطولاتي؟ وشو مالهم؟ شو يعني هذه البطولات مش عجباهم؟ انا اصلا الحق علي. نلعب الطابه، هشاكم انتوا تلعبوا معي لانه هم هذول مش شاطرين. يا دودو حتى الشاطر علينا ولا واحد. يلا يلا فلفو، يلا شوف اذا انت بتعرف تلعب زي عبو صابر. اها تذكروا الرقم 9 برشلونة. جاهزين؟ 1 2 3. أنا عمو طابر، أنا جيت لهون يا ولدي حلوين، بحبكم كتير، اكبسوا سبسكرايب، أيوة وعالجرس كمان. وعالدائرة بآخر الفيديوهات. بحبكم، إلى اللقاء. مصادر برسم عالتفاصيل، الأولاد بيحبوني وبينادوني شاطر، بحب أكل محشي.